السلام عليكم، انا دكتور عبيرة العاطي سليمان، طبيبة اسنان في مستشفى نمسي رويال الشرقة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو مشاكل الاسنان في الحمل. بيهم اغلب السيدات. مشاكل الاسنان تنحصر في التهابات اللثة، وجود تورم الحبيبي القيحي في اللثة، تآكل الاسنان، تسوس الاسنان. الخطأ الشائع انه مع كل حمل الام بتفقد سن او سنين بسبب الحمل، ده غير صحيح. مشاكل الأسنان التهابات اللثة بتحصل بسبب زيادة مفرطة في الهرمونات، بتزود استجابة اللثة للبكتيريا، تزود المؤثرات الالتهاب اللي بتحصل. كمان الغثيان والقيء بيسبب زيادة حموضة الفم، يسبب زيادة تآكل الأسنان. كمان زيادة وجود القيء في حد ذاته بيخلي المرأة الحامل غير قادرة على تفريش الأسنان بانتظام، فبتزود نسبة البكتيريا اللي بتسبب التسوسات أو بتسبب التهابات اللثة، بتزود التهابات اللثة بسبب زيادة طبقة البلاك الموجودة على الأسنان، وبالتالي البكتيريا زيادتها بسبب اللي تفريش الأسنان هي اللي بتسبب سوسات الأسنان ومشاكل الأسنان، مش الحمل خالص. الخطأ الشائع الثاني إنه الكالسيوم بتسحب الأسنان، وده غلط، لأنه أقل من 1% من الكالسيوم الموجود في الأسنان ممكن يتأثر بسبب الحمل. غير كده أتمنى كل مرأة حامل إن هي تعمل تشيك اب على أسنانها قبل الحمل، يفضل أو أول ما تعرف إن هي حامل تعمل تشيك اب. الفترة الآمنة لعلاج الأسنان في الحمل هي التلت التاني. بننصح إن أي مرأة حامل ما تخافش إن هي تعمل أسنانها وتروح لطبيب الأسنان عشان تعمل أسنانها، تعالجها سواء حشو سواء تنظيف سواء علاج جذور، كله آمن. وعندنا طرق وقاية آمنة جدا لعلاج الحوامل. أهم حاجة تحافظ على صحتها وتحافظ على صحة الجنين. وأتمنى لكم الصحة والعافية كل وقت. شكراً.